كيفاش؟ 11:23 دقيقة ذي الشارع التونسي وتوجه موعد كيفاش وسؤالنا اللي كل يوم تقريبا نطرحوه في مختلف القضايا اللي تنجم تعترض التوانسة. اليوم نحكيه على القروض. وقت اللي انت تحصلت على قرض، خذيت قرض وخلصت نسبة من القرض ومازالت نسبة أخرى من القرض، قديش تخلص تحديدا البنك؟ قديش تطلب منك تخلص تحديدا؟ والتفاصيل جينا من عن سي عبد العزيز معتوق. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي عبد العزيز. سي عبد العزيز احنا مانيش نسمعوا فيك بطريقة باهية. عجب هكا نسمعوا فيك. صباح النور صباح الفل. ايوه صباح الخير اختي. اهلا وسهلا ومرحبا بيك سي عبد العزيز. اذا كما كنت نقول وضعية نجم تصير البرشة توينسة هو انك تحصلت على قرض خلصت منه الجزء، ما تبقى من القرض قديش نخلص تحديدا؟ هل أنه خلينا ناخذ مثلا ناخذ وضعية تمثيلية، مثلا تحصلت على 20,000 دينار كقيمة القرض، أنت خلصت تقريبا 12,000 دينار وأنت تقول مازالوا 8,000 دينار، هل حقيقة باش نخلص 8,000 دينار وإلا لي حاجة أخرى اللي نخلصه؟ بالله هذه ديما قلنا يلزم الواحد راهو يعمل ان كونترا دو بري، يعمل عقد القرض يلزم يقراه مليح يسبو حطوله في اللي كان هذوما بتاع الخلاص المسبق قبل حلول الاجال يحطوله كلوز فيه، يلزم يكون قاريها ويكون ما يمضي على العقد وعلى التيتر دو كريدي اللي صاحبه الا ما يكون قراها وشاف هذا القداء. باهي انت حطيت مثال قلت توا هل يخلص كان المقدار المطلوب باش يخلصوا؟ الو تسمع فيا؟ اي نسمعوا فيك سي عبد العزيز. اي فهمتي معناها ان ناخذ مثال اسهل بك. عندنا واحد عنده قرض بمليون باهي على عام باش يخلصوا باهي كل تريمستر باش يخلص 250 دينار الطول اللي وظفوها عليه نسبة الفايدة نقولوا 10%، ما نجبدوش التمام هكا الحكاية باش ما نعقدوش الأمور. باهي باش يبدا يخلص من التريمستر الثانية ثلاثة تريمسترات الأخرين قال أي وجدوا عندي الفلوس باش نخلصهم. معناها باش يخلص 750 دينار اللي هي 250 دينار في ثلاثة تريمسترات. هكا ولا؟ هكا. ال 750 دينار في 10% باش يحسبوا له 10% تو دانتيري يجوا 18 دينار و750 دونك هو باش يخلص 750 اللي هما اصل الدين و18 دينار و750 لانتيري يجوا الكل في الكل 768 دينار و750 ملي. هذا بصفه عامه بصفه عامه ابقى ابقى مع الاسف في حتى في التشريع الفرنسي اللي ربما نتبعوا فيه في اغلب الحالات يقول لك سانجوندر ديما هذوما دي فري ابولي انديميتي دو رومبورسمون انتيسيبي يرى والا ثم ناس يسموها بيناليتي دو رومبورسمون انتيسيبي بيرا معناها في القانون موجود. احنا بالنسبه لي علينا احنا شكون؟ كلوبسرفاتوار دو لانكلوزيون فينونسيير المرصد هذاك اللي تابع البنك سنترال خرج حويجه خفيفه في غياب المنظمات نتاع الدفاع على المستهلك اونتر بارونتيز ديما. اي اللي ظهر فيهم شاهد ما شافش حاجه هكا ولا؟ انت قلت سي عبد العزيز. فري دو رومبورسمون ديزيسيون سماوها. اي من 850 مليم حتى دينارين و410. باهي اذا كان واحد باش يخلص الشيونس هذه. في كل القروض نتاعو اللي يخلص فيهم ديما ثم مع كل شيونس كوميسيون معاه. وثم زعملت واحد اخرى خط اخر لي زانتيري سير رومبورسمون انتيسيبي اللي في الكا هذا نتاعنا. تبدا من 0% طبعا حتى توصل ل 5%، دونك هاو البنوك ولا تخذت خذت لها ال 5%. دونك من حقها دونك البنوك ولا باش توظف وعادة تكتبها له في الكونترا دو بري. من حقها توظف؟ اي من حقها باش تاخذ كوميسيون هذه نتاع البيناليتي هذه. ويرى
ونرجع محدة برقم معين ولا تختلف من تختلف من بنك لبنك؟ ممكن قلت لك لازم يكون قاري الكونترا مليح مليح نتاع القرض نهار اللي باش ياخذوا، لازم يكون على دراية. مش يقول هاني ساي خريت القرض وصحح ويمشي. في حالة انك باش تخلص مسبقا باقي نتاع قرض، ايش باش يوظفوا عليا؟ عادة يحطوا في 2% اغلب البنوك. اي. وفي في فرنسا يوصلوا حتى ل 300 3%، حتى في فرنسا يعملوا 3% على البقيه القرض، بقيه القرض اللي باش يخلصها. ويوصلوا ساعات في قروض نوع نتاع قروض يحطوا 6 mois دانتيري على الكابيتال رمبورسي هذايا اللي باش يخلصوا. اي. يحسبوا له 6 أشهر انتيريسات. دونك على كل حال لابد يكون قاري عقد القرض وكل تيتر دو كريدي، سند القرض اللي مرافق ليه اللي فيه كيفاش الخلاص من الشهر للشهر ولا من التريميستر للتريميستر ولا. دونك لازم يكون على دراية، على دراية بالعقد اللي قبل ما يمضيه، معناها قبل ما باش يتحصل على القرض هذاك. اي شوف كما يقولوا كيف داخل الغار يلزم يعرف منين باش يخرج بعد. واضح سي عبد العزيز، مشكور جدا على كل هذه التوضيحات خاصة المبسطة اللي جينا من عندك سي عبد العزيز معتوق. الناس الكل اللي تسمع فينا تلقى الفيديو كامل على قناة يوتيوب اكسبريس اف ام، لكن الحاجة اللي يلزمكم تشدوها مليح اللي قبل ما تتحصل على القرض اقرا مليح العقد اللي باش تمضي عليه باش هكاك تعرف ما لك وما عليك. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نصف النهار، نرجعوا لكم بعد موعد الأخبار مع صفية المحرر.